أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حلفت على المصحف وكنت كاذبا في حلفي، فماذا أصنع؟ أول شيء حلفك على المصحف هذا أمر لا أصل له، هذا ابتدعه العوام، ما يحلف على المصحف. وأما الكذب فإنه يتعمد الكذب في اليمين فإن الله يؤاخذه على ذلك لاستهانته بالحلف وباسم الله الذي حلف به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.